السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متتبعين ديال سلمى براني أوفيسيال. اليوم جبت لكم فيديو جديد وأخبار جديدة. أجي واخوتي تشوفوا حياة ديال سميرة وليداتها فين وصلت. قبل ما نخليكم مع هذا الموضوع ما تنسوش الاشتراك واللايك في القناة والضغط على الجرس باش توصلوا إن شاء الله بكل جديد كنزلوا على قناتي وقناتكم فضلا وليس أمرا. اليوم أخوتي سميرة خرجت بواحد التصريحات على المواقع ديالها الشخصية. أخوتي قبل ما نبدأ معكم هذا الموضوع بغيت غير نقول لكم راه بعد شي أب لا حول ولا قوة إلا بالله راه غير كيتعدى على الزواج وكيتعدى بالولدة ديال الدراري، راه كيعرض ولادو الخطر. راه بزاف من هاد الأباهات اللي كيخرجوا على المستقبل ديال ولادهم وكيخرجوا على القراية ديال ولادهم وكيخرجوا على الحياة ديال ولادهم. بزاف أخوتي ديال الأباهات اللي كيتسببوا في المضرة لوليداتهم. ما عرفتش أخوتي واش كيديروها بالعاني ولا هما أصلا خلقهم ربي بلا عقل وبلا حتى شي الضمير ديالهم ميت ومع من مع اقرب الناس ليهم اللي هما وليداتهم. كيتعداو على وليداتهم، كيتعداو على المراه اللي كيجيبوها من طرد والديها وكيتكرفصوا عليها. حسبنا الله ونعم الوكيل في كل راجل ولا كل زوج خابط، اما حسن الرجل راه بزاف على والديهم. اليوم اخوتي سميره خرجت كتبكي وكت مهددة هي وولادها للخطر. المهم اخوتي كما كتشوفوا راه ولاد حليمة اللي هي قناة محبوبة تهما تعرضوا للتهديد وسميرة تهددت للتهديد وحتى الاخ الزروالي تهدد للتهديد. يعني هاد العصابة محرضة على هاد الناس هادو، ولكن منين وشكون واللي بدا وشكون اللي حل هاد الباب راكم فاهمين شكون. وتاني حاجه اخوتي اللي هو الزوج ديال ناديه، راكم شفتو اخوتي تعرض للضرب وكان علين غادي يموت، ما بقى له والو مسكين، راه غير ربي واقف معاه ونتمنوا يخرج منها صحه سلام ونتمنوا ربي سبحانه وتعالى يشافيه لوليداتو، لان داك الانسان حنا ما كنعرفوهش وما عمرنا سمعنا منه شي حاجة خايبة لا على سميرة ولا على شي حاجة أخرى. هو كان في دارو جالس ترانكيل ما عليه ما به، اللي خرج يخدم ولا ما عرفش نخرج يدير شدوه دقدقوه وصلوه مسكين لهاد الحالة. شغنقول لكم أخوتي بزاف ديال القنوات وبزاف منهم هذاك السوسة ديال داك يونس اللي هو المخصور حتى هو اتهموا سميرة واتهموا الزروالي كوم كوا هما اللي خلصوا العصابة وصفتوها باش تضرب الزوج ديال نادية. ولكن هاد العصابة راها كتهدد حتى سميرة والزروالي وتاع عائلة محبوبة. ودابا اخوتي غادي نحطوا النقط على الحروف وغادي نشوفوا واش سميرة عندها يد في هاد الجريمة ولا غير كذوب. سميرة اخوتي تعرضت لبزاف ديال التهديدات وتعرضت لبزاف ديال الحوايج اللي خايبين، وراه بزاف واحد خينا اللي تعرض لها بالموتور وشحال من حاجه وقعت لها، راه غير الجيران اللي كيخرجوا وكينقدوها من هاد المواقف. دابا اجيو نحطوا النقط على الحروف ما بين واحد القنوات اللي كيتهموا سميره، يعني واحد الفئه اللي قليله، يعني ديك الفئه اللي جايه من طرف المخصور. المخصور مخلصهم باش يتهموها باش يقولوا راه حتى هو عنده الهجوم من الجهه ديالو ماشي غير سميره. وكي سميره ربي يحببها في الناس وربي اللي كيجيب ليها الدفاع من عنده. وسميره لعقلتو اخوتي راه رحلت من الدار ديالها وبدلت النمره وبدلت حتى المدينه، لانها راه كانوا كيهددوها باش يسرقوا ليها ولدها عمران، ولكن للاسف ما وصلوش للمراد ديالهم الحمد لله. ودابا عرفتوا اخوتي راه غادي نحبس شويه على سميره وغادي نهضر لكم. راه بزاف ديال المرات كيتهم سميره وبزاف ديال المرات كيدير ليها المشاكل وبزاف ديال المرات اخويا الا كنتي راجل ولدك المراه مزغرتها عليك صافي، داك المراه ما بغاتكش بعد منها، عطيها الحقوق ديالها، عطيها النفقه ديال ولادك
ماشي راه حتى هي باقا مراتك وراه حتى هي وخطلق منك عطيها حقها، لان الله سبحانه وتعالى موصي على المراه، خلانا رساله في القران. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم وصاكم علينا، ولكن نتوما كيجيب لكم الله راه حنايا ماشي كلشي، ماشي كلشي. نرجع ونهضر، راه كاين تبارك الله الرجال، ما شاء الله ما شاء الله، بعد شي رجال هادو نيت الرجال، اسمعوا الكلمه، الرجال كيحترموا المراه وكيعاملوها فعلا كأنثى وكمرأة. ماشي الراجل اللي كيجيب المرأة كيجيب راجل، باغيها تكون مرأة وراجل في نفس الوقت. الله ينعلك على الله وعلى هاد الرجال، هاد السمية ديال الرجال. باغي المرأة تخدم عليه، باغي المرأة في الفراش، باغي المرأة تولد ليه، باغي المرأة تطيب ليه، باغي المرأة تصبر ليه، باغي المرأة تكسيك، باغي المرأة تخلص لك الله ينعلك تخلص لك المصاريف ديالك. خطفولة بنادم. رجعوا لسميرة اخوتي، سميرة راه هربات وبدلت لادريسة وبدلت الدار وبدلت المدينة وبدلت التليفون وبدلت كل شيء غير باش ما تعرضش لهاد المسائل هادي، لان داك المخسور اخوتي راه ما ساهلش. وهو المشكلة ما ساهلش غير مع ولادو، غير مع ولادو ومراتو، اما الباقي راه حمار ديال الناس، غير اللي جا كيمسح فيه رجليه. راه اخوتي كيتفلى على مراتو وكيضحكي عليها وكي ما نعرف ما عطيهاش القيمه، باغي زعما يبين راسو راه هو اللي مظلوم في الصوره، وهو اللي مسكين وهو كلشي، ولكن الشيطان في صفه انسان راه هو داك المخسور. وكما شفتوا اخوتي سميره مسكينه وحلا غير في ربعه الاولاد، وكيفاش تكبرهم وتوكلهم وتقريهم وتسكنهم، وها ومشكله عندها مشكلتين، عندها المشكله ديال هذه المسؤوليه اللي على كتافها، والمشكله الثانيه والمصيبه الكبيره هو داك المسخوط مع من زوجات ولدات. راه بعض المرات اخوتي كنختاروا الغلط، والله العظيم كيكونوا ما عندنا الاختيارات موجودين وكنختاروا الطريق الغلط والانسان والشخص الغلط. والله العظيم هذه عن تجربه، كنختاروا دائما الشخص الغلط، كنخليو الناس اللي كتبغينا وكنديو اللي كنبغيو وكنوحلو فيها بخي. المهم اخوتي كل اخوتي، انا راني سبق لي وقلتها لكم في واحد الفيديوهات ونعاود نقولها لكم، انا ماشي كندافع على سميره حيت راه كان راه كتهزني ولا كتبارطاجيني ولا كتشجعني، لا، انا راني كنخدم بدراعي على قناتي، والحمد لله داكشي اللي كيجي مرحبا ونحمد الله ونشكره، ما كيهزني حتى واحد، وماشي كندافع عليها لانها باغاها تهزني ولا لا. اخوتي سمحوا لي، انا كندافع عليها كامراه مثلي مثلها، يعني المراه اللي ما تدافعش على المراه، والمراه اللي تخربيت واحد المراه واحده اخرى ولا شي حاجه، هذيك كتسمى غير مراه رخيصه جدا بدون ثمن، ما عندهاش الثمن نهائيا، ورخيصه وكتمشي كتبيع راسها ولحمها بالفابور. هذا علاش اخوتي انا كنقول لكم انا كندافع على سميره، لانها امراه ضعيفه وامراه مظلومه وبزاف، ماشي انا ما كندافعش على سميره، كندافع بصفه عامه على المراه المظلومه، لان سمحوا لي الانسان ما خصوش يشوف الحق ويسد عينو عليه. راك شوفي انت امراه وتقدري تدوزي في الطريق ديال داك المراه، وتقدري انت تخرجي بالوليدات، وتقدري انت تكرفسي، وداك العائله اللي لاقاك معاها ربك ما تما عائله غير وسخ، ولكن الحمد لله اخوتي كتبقى الدنيا هي هادي، والدنيا فانيه، وسعدات اللي فعل الخير، وسعدات اللي ما ظلم حد، وسعدات ما ضر حتى واحد. هكا نكون وصلت اخوتي انا لنهايه الفيديو، كنتمنى ينال الاعجاب ديالكم، ما تنساونيش باللايكات والبارطاج ولي كومونتير، وخليو لي الاراء ديالكم لتحت في لي كومونتير، وانا نقول لكم ان شاء الله نتلاقاو اخوتي في فيديو جديد واخبار جديده ان شاء الله، ونقول لكم الى اللقاء، تهلاو ليا فراسكم.